بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أقول أشكركم على الدعوة الكريمة وأحييكم على المجهود العظيم اللي بذلتوه واللي هي أحياء الحركة السياسي المصري والاقتصادي والاجتماعي. وأحيي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي داعي هذا الحوار اللي الحقيقة يعني هو عنوان شيق وعنوان كبير أوي بيبدأ فيه رسالة للعالم كله إن إحنا يعني ناويين بجد إن إحنا نبني جمهورية جديدة ونحدث مصر ونحدث العصر. اسمحوني في البداية أن أتحدث بسوق الموضوع على طول، وأنا يمكن هختلف شوية عن أنا قريت طبعا يعني شفت الموضوع قبل كده، لكن كل ده أنا خريج صناعة قديم. وعايز أقول لكم مصر أول رسالة عايز أقولها إن المستثمر العالمي على الأول بيقدر يجي بمنتهى الأريحية رغم تشتت الأسواق اللي حوالينا الموسيقى اللي موجودة وأنا هتكلم عنها دلوقتي، إلا إن مصر هي مصر وده بالعكس باستقلالها التاريخي وباستقلالها الجغرافي وباستقلالها البشري وباستقلالها العلمي والأدبي جيد. لكن الحقيقة لما بيتكلم على الاستثمار والصراع والتصدير هو ده المثلث الذهبي للاقتصاد اللي بيتكلم عنه. مفيش صراع من غير استثمار، مفيش تصدير من غير إنتاج واستثمار. المثلث اللي انا بتكلم عليه ده هو المثلث الذهبي اللي يجب ان نتوقف عليه بكل اطراف. الاستثمار اولا، ثم التصنيع، ثم قضيه التصنيع. كل قضيه من هذه القضايا عايزه دراسه وعايزه شغل. النصيحه الاولى انكم تعرضتوا هذا الموضوع الاول، ارجو ان تحصوا كل العقبات اللي قالوها كل الاخوه الزملاء وتحط لها جدول كده ويبدا تقول المشاكل 1 2 3 ده مسؤول عنه وزاره كذا وده مسؤول عنه وزير كذا وده مسؤول عنه وزير كذا ويبقى في عمليه متابعه لحل العقبات. ثاني اما بقى قضيه التنافسيه والاستثمار العالمي على العقول، خلونا نتكلم بصراحه. احنا عاوزين نبقى دوله صناعيه متقدمه ولا عاوزين نعمل حاجه بلدات والصادرات العالميه اللي هي انا اعتقد انها مش عالميه لان الطريق بتبتدي العصر. المحيط الحي والاقليم اللي حوالينا كله بيتغير. سلاسل الإمداد وتوطينها بتتغير، منظومة الاستثمار في العالم بتتغير. إحنا عاوزين نشوف كيف نؤهل مصر إلى مناطق صناعية متخصصة. توفير الصناعة مش هيجي مجرد تعبير، ولكن عاوزين نشوف محافظات مصر كلها ونطلع فيها القدرات الكاملة ونطلع فيها الموارد الطبيعية تحت الأرض نفكرها إزاي ونعمل عليها القيمة المضافة لخبرة التصدير حول العالم كله. أنا بتكلم على خريطة استثمار من نوع جديد، بحط فيها التنافسية العالمية، سلاسل الإمدادات اللي اتحركت قدام العالم وتغيرت بعد الكورونا وبعد حرب أوكرانيا، العالم بيتغير. وسلاسل الإمداد والنظام العالمي والعولمة بيتغير من الناحية الإقليمية. بس أنا لما بتكلم عن المحيط الحي والإقليم بتاعي سواء كان في أوروبا أو في أفريقيا أو في البلاد العربية المحيطة، أنا بتكلم حضارة جديدة وبتكلم فكر جديد. هذا الفكر الجديد النهارده بيطلب مننا ايه؟ سياسات تسويقيه جديده، سياسات تحفيزيه جديده، سياسات رسم رؤى لمستقبل دوله صناعيه جديده تختلف كل الاختلاف عن اللي فات. لما بتكلم على الابهار اللي موجود عندي في القوى العامله اللي موجوده في الاستثمار والابهار اللي عندي في الموارد البشريه، لازم اقول للعالم انا عندي ايه؟ ونقدر نعمل عليه قيمه مضافه ازاي في مكان نقدر نصدره ازاي؟ نقدر ندي حوافز كبيره الى سوق الاستثمار ازاي؟ انا عاوز اتكلم النهارده عن تنافسيين، عن اجراءات، عن اتكلمنا كذا مره على الموضوع الوقفه الذهبيه. اتفضل نعم اتفضل اتكلم شويه انا اتكلم على الرخص الذهبيه. احنا بنتكلم النهارده وهقول لكم بمنتهى الصراحه. احنا النهارده في تنافس كتير جدا حوالينا كلها البلاد العربيه وبلاد العربيه في قطر بتتكلم عن الاستثمار وبتتكلم عن نوعيه معينه من الاستثمار. واحنا لما بيعمل مؤتمر ما بيعملوش بطريقه تقليديه بتاعتنا. وقبل المؤتمر بيعمل موافقات مبدئيه على مشروعات للمالتي ناشونال الكبير، على المشروعات اللي فيها قيمه مضافه عاليه، على المشروعات اللي تعمل ايمج صناعي للدوله. ويجي يقول انا عاوز الاسماء فلان وفلان وفلان، ويجي يقول تعالى انا هعمل معاك اتفاقيه تعالى عندي والشروط دي واحده من الاهداف الخاصه. ان هم بعد كده التكنولوجيا اللي موجوده. انا قال الاول النهارده ان نستخدم عنوان التسويق ده واطلع منه 100 مشروع وابدا اقول انا عاوز 100 من الشركات العالميه اللي موجوده واديهم وقفه مسابقه واقول له تعالى بطل صناعتك عندنا. تعالى بقى نتكلم عن
مصر ما عنديش ولا محافظه اقدر اقول عندها تخصص في حاجه معينه. وكل صناعات المستقبل مطلوبه، صناعات السيارات والكيميكال، كل الصناعات اللي موجوده النهارده اللي ممكن تعملها التسجيل اقدر اوظفها في محافظات مصر. طب ازاي اعمل التخصص الانتاجي؟ ابدا افكر بقى النهارده واعمل تنافسيه جوه المحافظات، لانه الجهاز الكفء هو اللي هيورد ده وهيصدر ده وهيسوي هذه البرامج. انا عايز النهارده اكون فكر جديد جوه المحافظات. انا عاوز احس ان في تقييم مبدئي لكل محافظ هو جاب استثمارات ايه؟ وعمل نمو قد ايه؟ وعمل ارتفاع ذاتي قد ايه؟ وقدر يزرع قد ايه؟ وقدر يستخدم استثمارات جديده قد ايه؟ ويبقى عندي موازين تقييميه لكل محافظ على كده يقدر يشتغل فيها. انا عاوز اتكلم عن قضيه التوافق الانتاجي في التخصص الانتاجي. ليه؟ لان كل الصناعات الصغيره والمركزيه تتغذى مع بعضها، يمكن ان تتوافق في مكان واحد ويمكن ان بعد كده تتجمع مع جماعتها في الصناعات الكبيره. يمكن احد الموجودين هنا كان معانا في اليابان، شفنا قد ايه العمارات الشهيره اللي 30 دور و50 دور فيها مصانع صغيره كلها صفات، هذه الصفات فيها قيمه ضخمه، فيها مجرد صنبه تقطع حاجه الساعه وحاجه الكمبيوتر وحاجه التليفون والاجهزه الكهربائيه بصفه عامه. احنا عاملين الشكل الشباب ده في القيمه المضافه دي، لان كل الصناعات اللي ناشئه بعدنا كلها صناعات لما تحسب كل الاجراءات اللي عملوها دي السنه الجايه هتبقى فين؟ برضه هيبقى محلك سهل وبعدين تتكلم على الموضوع. لكن لما الفيجن بتاعتنا تبقى الفيجن الكبيره اللي بنسوق فيها نفسنا على المستوى العالمي بقدرات تقليديه وبقدرات حقيقيه اللي بنعمل فيها قيمه مضافه، هنقدر نعمل فيها قيمه مضافه كبيره. انا عايز اتكلم الحقيقه على مستقبل مصر ومستقبل الزراعه في مصر. انا بقول لكم نقدر نعمل كتير قوي، نقدر نعمل قيمه مضافه، بس احسب المشاكل. لان ده الواقع الحقيقي للمستثمر الوطني. انا لو احنا حلينا مشاكل المستثمر الوطني الاجنبي والعربي الحقيقي، انا شايف ان الفرصه هايله وصناعتنا الكبيره الفتره اللي جايه ان يكون في خريطه استثماريه للصناعه عندنا بنوطن فيها صناعات وبنقول للمستثمرين تعالوا احنا عندنا فرص استثماريه دي وعندنا في نفس الوقت حوافز. من فروزة من حقه ان يدي حوافز غير تقليديه تدخل زمن الاستثمار بمنع الانويه من البحث الجديده بحوافز غير تقليديه عشان يدفع التنافسيه اللي موجوده عندنا قدام المنافسه العالميه اللي موجوده في المنطقه. سلاسل الامداد بعد حرب اوكرانيا بتتغير. احنا فهمنا خريطه سلاسل الامداد العالميه اللي موجوده هنا اللي بتخدم افريقيا اللي معانا فيها البيت في مصر وكفاءات الاف دي اي مع افريقيا مع 53 دوله نقدر نصدر لهم كتير جدا. احنا عملنا ده ايه؟ خطتنا ده ايه؟ خطتنا مع اوروبا ايه بعد ما وقعنا معاك في ايه؟ هنا الفيجن الجديده اللي ترسم منظومه الاستثمار والفيجن الجديده اللي ترسم منظومه الصناعه يجب تحرك لتوطين الصناعه بالفكر الجديد اللي يعمل فيه الدول الواحده. انا الحقيقه عندي كلام كتير قوي لكن انا حريص على الموضوع وانا متاكد مره ثانيه هتحكي لكم بقى الورقه برضه كل المقترحات وشكرا.